نرحب بكافة الحاضرين والمتواجدين الترحيب بسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم الحاضر والمتواجد معنا في صباح هذا اليوم متابعا لانطلاقات الفترة الصباحية. الترحيب أيضا بكافة المتواجدين هنا على أرضية الميدان والمشاهدين عبر قنوات التلفزة. أيها الأعزاء، الشوط الأول الرئيسي الصباحي للثنائي القعدان ينطلق على بركة الله وحفظه، والكلمة وحيلها وكالعادة تتجول ما بين الزملاء والأخ والزميل مطلق بن علي العنزي متواصلا في هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر زميلي محمد بن بريك، أتواصل اليوم بعد أن أحيي كل الحاضرين والمشاركين و المتابعين لانطلاقة هذا اليوم يوم الأحد الأول من مارس لعام 2015، حيث انطلاقة سن الثنايا في أشواطنا المفتوحة ضمن هذا المهرجان الكبير والغالي، مهرجان سمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أيها الإخوة المتابعون، هذا هو اليوم الذي يترقبه الجميع، يوم الثنايا المفتوح، أشواطنا المفتوحة في سن الثنايا. طبعا المسافة هي 8 كيلومترات، سنتابع إن شاء الله في فترة الصباح أشواط مميزة وأسماء كبيرة حاضرة من شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى لكم متعة أيضا وإثارة ومتابعة طيبة أنتم يا من تتابعون هذه الانطلاقات في ميدان الشحنية. أبدأ مع المركز الأول، هذا هو الشوط الأول الرئيسي كما أسلف زميلي محمد، الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان نيسان باترول ستيشن، ينتظر من يفوز بالمركز الأول. أبدأ مع الصدارة ومع المركز الأول ومن يحتل المقدمة، هذا هو عماش. عماش على المركز الأول، شعار هجني زعبيل ينطلق بالمركز الأول. على المركز الأول وعلى الصدارة ينطلق عماش بشعار هجني زعبيل التابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم الحاضر والمتابع لانطلاقة هذا الشعار. أحد ضيوفنا الأعزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة المتابعة، ومن يقدم عماش راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني ينطلق الباز، على المركز الثاني الباز بشعار هجن الشحانية في المركز الأول، ينطلق بالمركز الثاني، ينطلق بالمركز الثاني شعار هجن الشحانية، والمتابعة عند الشاب جابر بن سالم بن فاران. انتقل إلى ثالث المراكز، غازي. الغازي على المركز الثالث شعار هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يتابع الغازي بالمركز الثالث. هنا ينطلق مشكلا المراكز الثلاثة الأولى، وهذا هو غازي. المركز الرابع، انتقل إلى رابع المراكز، أجد شعار العاصفة. العاصفة ينطلق شعاره على المركز الرابع، هنا معري على رابع المراكز. العاصفة بشعارها تنطلق على المركز الرابع. المتابعة والتضمير يقدم معري حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. والمركز الخامس، الانطلاقة الخامسة، وهذا هو رعد على خامس المراكز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن لاحق الهاجري في المتابعة. هنا المراكز الخمسة يا إخواني المتابعين، هذا نداء الأول، هذا نداء الأول، هذا النداء الأول للثنايا في شوطنا المفتوح، شوطنا المفتوح نيسان بترول ستيشن T3 هو جائزة الشوط، جائزة الشوط، جائزة ثمينة غالية في هذا المهرجان الغالي
على سيف سيدي سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. خلاص بدأنا بالهبوط التدريجي كما يقول الزملاء. ختام المهرجان، اقتربنا من ختام هذا المهرجان. اليوم هو يوم الأحد، تبقى عندنا يومين. اليوم هو اليوم الذي ينتظره الجميع، ينتظر هذا اليوم الجميع. اليوم في تمام الساعة الواحدة وثلاثون دقيقة، أي الواحدة والنصف إن شاء الله، سنحيا مع هذا المهرجان بإذن الله تعالى ومع أشواط رموز الثنايا الذهبية. يا سلام، شوط الشلفة المفتوح، شوط الشلفة الذهبية، إلى أين سيذهب؟ نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق للجميع. عودة إلى مجريات الشوط، إلى من يحتل المركز الأول. الباز ينطلق، الباز ينطلق، شعار هجن الشحانية بالمركز الأول، ينطلق بالصدارة والمقدمة على المركز الأول. يقدم الباز الشاب جابر بن سالم بن فران، هو من يقدم. على المركز الأول ينطلق، يتابع جابر بن سالم بن فران، يقدم الباز أحد السلالات الغنية عن التعريف. على المركز الأول يقدم هذه السلالة المميزة هذا الباز، أحد الأسماء المميزة في هذا العالم الساحر. والمركز الثاني هذا هو عماش، ينطلق شعار هجني زعبيل المنطلق بالمركز الثاني، أيضا أحد الأسماء القوية والعملاقة والشعارات الحاضرة اللي لها ثقلها في هذا العالم الساحر. شعار هجن زعبيل هذا الشعار المميز اللي نرحب به اليوم، ونرحب بمالكة ومن يتابع ويدعم هذا الشعار الكبير سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، اللي يتابع انطلاقة عماش المحتل والمنطلق حاملا للواء شعار هجن زعبيل. المركز الثالث، المركز الثالث طبعا المتابعة متابعة عماش عند راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز الثالث، المركز الثالث هذا هو الغزال، الغزال اللي يحتل المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. المتابعة عند السيد سالم بن حمد بن نهيان العامري، ورابعا رابع المراكز شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ينطلق مع رعد اللي يحتل المركز الرابع. المتابعة عند مطر بن لاحق الهاجري المركز الخامس، أتابع شعار العاصفة يتدخل. يا سلام، شعار العاصفة وهجنها ينطلق بالمركز الخامس مع معري المحتل المركز الخامس الغازي على المراكز الأولى بشعار العاصفة. والمتابعة عند الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، هنا يتابع معري على المركز الخامس. هذه المراكز، هذه المراكز إخوان المتابعين، مراكزنا الخمسة الأولى، ولا زال الناموس حاير، الناموس حاير بين شعارات عملاقة، شعار هجن الشحانية، شعار هجن زعبيل، شعار العاصفة، شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. يا سلام، شوفوا هذا التجمع الأخوي الكبير الذي يجمع بين أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا العالم الساحر، هنا في قطر الحبيبة، في هذا المهرجان، في قطر الحب والأخاء، هنا في قطر، في هذا المهرجان الغالي، قطر اللي تحتضن هذه الرياضة وتدعم هذه الرياضة العربية الأصيلة وتحيي تراث الآباء والأجداد. يا سلام، يا سلام، الباز 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 الباز، استراحة محارب عند الباز، عند الباز، هذا هو الباز اللي يحتل المركز الأول. ينطلق ينطلق ينطلق، يبحث عن ناموس آخر يضاف لهجن الشحانية بعد أن حقق الناموس الأول في هذا الصباح. الشوط الأول ذهب مع العيدهية، مع العيدهية اللي فازت بالشوط الرئيسي الأول قبل قليل، وهذا هو الباز ينطلق، ينطلق محلقا مندفعا سائرا في طريق الناموس. يا سلام، نعم، في طريق الناموس،
ولكن هجني زعبين، هجني العاصفة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يتدخلون في موقع واحد. هذه الشعارات في موقع ترقب لوجود الباز بالمركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، الناموس عند 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 خط النهاية هناك. إلى أين سيذهب؟ إلى أين سيذهب؟ ونحن نسير في طريق الناموس، في طريق الناموس. شعار هجن زعبيد يتحرك مع عماش هنا على المركز الثاني، ينطلق عماش شعار هجن زعبيل، والمتابعة عند راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد اللي ينطلق متابعا لعماش بالمركز الثاني. يا سلام، شعار هجن زعبيل التابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم المركز الثالث من الجانب الآخر. يصل معري بالمركز الثالث، يصل معري لهجن العاصفة، وتدخل ايضا من الغزال المنطلق المندفع الغزال لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن حمد بن نهيان العامري المركز الرابع. عماش شعار هجني زعبيل على رابع المراكز، المتابعة مع راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، وتدخل شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع انطلاقي رعد على خامس المراكز، المتابعة عند السيد مطر بن لاحق الهاجري. مطر بن لاحق لوحة الكيلو متر الأخير. يا الباز أحد السلالات الغنية عن التعريف في هذا العالم الساحر، فحول المستقبل، زمول الناموس. يا سلام، انطلق الباز جابر بن سالم بن فاران هو من يقدم الباز، هو من ينطلق مع الباز في المركز الأول. تحرك معري، انطلق الغزال، وهذا هو رعد على المركز الرابع، ولكن ثقة الكبار تقود هذا الاسم. يا سلام، الباز والغزال قادم. يا جابر يا بن سالم، الغزال قادم بالمركز الثاني. شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ينطلق مع الغزال على المركز الثاني، يقدم سالم بن حمد بن نهيان العامري، ولكن الباز الناموس حائر بين شعارين كبيرين، وهذا هو الباز بشعار هجن الشحانية. هذا هو الباز بالمركز الأول، الباز بالمركز الأول، الباز يا جابر يا بن سالم يا بن فران، هل الشحانية يطمحون في تحقيق الناموس الثاني؟ هذا هو الباز بالفعل يحقق الناموس كما قال محمد بن مريك، يحقق الناموس. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع الباز لنقطة هذا الشوط. أهني المضمر الشاب جابر بن سالم بن فران من قدم الباز في الشوط الرئيسي الأول لينتزع النيسان بترول ستيشن في صباح هذا اليوم، والنقطة الثانية يحققها شعار هجن الشحانية. المركز الثاني الغزال لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المركز الثالث معري لهجن العاصفة، المركز الرابع رعد لسمو الشيخ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والمركز الخامس سراب لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، أهني هجن الشحانية على هذا الفوز المميز، فوزي الباز. تهانينا والناموس للمضمر الشاب جابر بن سالم بن فران من قاد الباز بكل ثقة. التوقيت الزمني لحظة وصول الباز إلى خط النهاية 12 دقيقة 59 ثانية. ثمانية واربعين جزء من الثانية توقيت الباز. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا والناموس للمضمر جابر بن سالم بن فران. المركز الثاني وصل الشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. التوقيت الزمني 13 دقيقة بدون ثواني 48 جزء من الثانية.
هذا هو التوقيت اللي سجل مع صاحب المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث معري لهجن العاصفة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير. التوقيت الزمني لحظة وصول معري إلى خط النهاية 13 دقيقة 5 ثواني 99 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع